أعزائي مشاهدين قناة السيسات في كل مكان في العالم، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج من السجن للملك. النهاردة حلقة مختلفة جدا، وهقول لحضراتكم ليه دلوقتي، بس نفسي أحكي لكم قصة حلوة قوي قوي ربنا شغل قلبي بيها الأيام اللي فاتت. أنا نفسي تعزيت بيها قوي وعرفت إيه المعنى الحقيقي اللي عايز أوصله لكم النهاردة للعطاء. ليه أنا بعطي؟ ليه أو إيه هدف العطاء الحقيقي؟ وأنا بعطي بفكر في إيه؟ بفكر إن الناس تقول عليا راجل بيعطي، ولا عايز أسد احتياجه خلاص، ولا في هدف تاني هو مجد ربنا؟ تعال نشوف القصة دي بتقول إيه. في ست حذرها الدكتور في يوم من الأيام، قال لها أنت عيانة جدا ورجليكي تعبانة بطريقة بشعة، وحذرها أنها تمشي كتير، وقال لها لو مشيتي أكتر من 50 متر رجليكي هتبوظ خالص وهتقعدي في البيت عاجزة مش هتعرفي تتحركي، ولازم ما تخلفيش الأوامر بتاعتي. وادها أدوية، وكانت الست دي بتقضي كل مشاورها بالمواصلات خايفة على رجليها وبتفتكر دايما أوامر وتحذيرات الدكتور. في مرة وهي بتركب الترماي وهي بتقضي مشاورها، لقت راجل عجوز بيقول لها أنا ما أكلتش يا بنتي بقالي أكتر من يومين وعايز أكل، ممكن تشوفي لي معاكي 50 قرش أكل بيها؟ فقالت له حاضر يا عم خليني أشوف. فتحت شنطتها بتبص لقيت مفيش غيرها 50 قرش في الشنطة، ودي اللي كانت هتركب بيها الترماي وتروح. قعدت تفكر هي ما بين نارين، تدي الراجل الخمسين قرش ياكل بيها وتنفذ وصية ربنا في العطاء، وفي نفس الوقت هتضطر تروح مشي ورجليها باظت كده وهتبقى عاجزة عن المشي طول عمرها، وافتكرت كلام الدكتور، ولا تكبر دماغها وهي غصب عنها مش معاها غير ال50 قرش وهتخليها تركب بيها الترماي وتروح وخلاص، وتقول لربنا أنا آسف وحقك عليا زي ما بنعمل كتير في حاجات كتير في حياتنا. بس جواها قوي مشاعر بتقول لها افتكري الآية من سألك فاعطيه، من سألك فاعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. وفي الحال قررت من غير أي نقاش في ثواني راح مطلعها ال50 قرش ومديها للراجل عشان يجيب بيها السندوتشات لأنه ما كلش بقاله يومين وحالته صعبة جدا جدا جدا. مفيش أي حل قدامها إنها تروح بأي مواصلات لأن معهاش فلوس، فاضطرت تمشي من عند المحطة اللي كانت تركب منها الترماي لحد بيتها، مش 50 متر بقى ولا 100 ولا 200، 1000 متر، وروحت وهي تعبانة جدا. ووصلت لحد البيت والألم اشتد على رجليها بطريقة صعبة جدا جدا، وجالها الفكر الشرير يحاربها من إبليس، أديكي عملت الخير ونفذت وصية ربنا في العطاء ودلوقتي هتبقي عاجزة وهتبقي قاعدة وهنجيب لك كرسي متحرك، وابتدى كلام حرب شرسة عليها، والألم زاد أكتر وأكتر عليها لحد ما أغمى عليها. ولما أغمى عليها شافت في رؤية الراجل العجوز اللي هدومه متقطعة عمال يندهلها، يا بنتي يا بنتي. قالت له أنت مين؟ قال لها قربي مني وانت هتعرفي. قربت منه شوية قال لها أنا الراجل العجوز اللي أنت اديتيني ال50 قرش، أنا عايز أشكرك، أنا جبت بيها أكل وكلت وشبعت. قال لها أنت مش عارفاني؟ قالت له أيوة أنت الراجل العجوز. قال لها بس قربي مني أكتر. لما ابتدت تقرب أكتر منه ابتدى يظهر نور ومجد غير عادي وبهاء وجمال وأبرع جمال من بين البشر، وظهر قدامها يسوع نفسه. قال لها عشان أنتي ما منعتيش ال50 قرش ونفذت وصيتي، من أراد أن يقترض منك فلا ترده ومن سألك فاعطيه، عشان كده أنتي هتكوني صحيحة للأبد. ودلوقتي حالا أنا هلمس رجلي. ولمس يسوع رجليها وفي الحال قامت وما كانش عندها أي مشكلة. أدي مجد ربنا اللي بيظهر في العطاء. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم حلقة مختلفة، لأن المفروض كل حلقة إحنا بنعرض حالة من حالات إخوة الرب اللي موجودين في كل مكان في العالم. بدأنا بمصر وبعدين ربنا تمجد وبقى لينا خادم أو خادمة في سوريا بيصور لنا الحالات ونبعت التبرعات في سوريا، ودلوقتي والنهاردة هيكون أول مرة بنشوف حالة من حالات إخوة الرب الموجودة في العراق. بس معانا حالة تانية النهاردة، في حالتين، حالة من حالات إخوة الرب وحالة تانية صعبة جدا ما ينفعش يتسكت عليها، عشان كده لازم أشارك حضراتكم بيها. بس قبل ما أحكي عن الحالة دي النهاردة خلوني أستضيف
أصحاب الحالة. إحنا كلنا على فكرة أصحاب الحالة مش هم بس، لأن كلنا في مركب واحد هي قناة السيسات، القناة الجميلة اللي أنا بدأت فيها بقالي سنتين وشفت فيها بركة ربنا غير عادية. حتى القليل كان ربنا بيبارك فيه بطريقة غير عادية. كنا بنستغرب إزاي يا رب أنت بتكفي الناس دي والعائلات وبتسدد الاحتياج، بس هي دي بركة الرب التي تغني ولا يزيد معها تعب. حابب قوي يكون معايا ضيوف بتشرف معايا في البرنامج، مش أول مرة، يمكن مرة تانية أو تالتة، بس بتبسط قوي لما يكونوا معايا في البرنامج. النهاردة المفروض حلقة عامة جدا جدا، مش حلقة خاصة ببرنامج من السجن الملك، لكن برضو هي فيها شوية يعني من السجن الملك. فحابب استضيف قوي استاذه هايدي، برحب بيكي مديرة القناة، كلكم عارفينها، وكمان بستضيف الأستاذة نادية يوسف مقدمة برنامج صرخة ألم، برضو كلكم عارفينها، هي غنية عن التعريف. حقيقي أنا برحب بيهم الأول في مكانهم، يعني أنا دايما كل مرة برحب بيكم يعني، بس أنتوا أصحاب المكان، أنا بعتبر نفسي ضيف عليكم لأن أنا جيت عليكم يعني. فحقيقي أنا اتفاجئت النهاردة. أنا كنت جاي ومحضر الحلقة بتاعت من السجن للملك، ومعايا الحالة، أول حالة بنزيحها لحضراتكم وبنعرضها من العراق، حالة صعبة من العراق، من حالات إخوة الرب، والأول مرة. لكن اتفاجئت إن القناة مهددة مش بانفصال الهواء، مش حاجة كبيرة بقى يعني دايما نطلع نقول الهواء يا جماعة والهواء هيفصل. أول مرة نشوف الاحتياج ده، واحتياج كبير قوي، إن القناة بقالها 12 شهر للأسف ما سددتش الإيجار بتاعها. واللي أكتر من كده كمان، النهاردة اتبعت للقناة جواب من المحكمة. أنا نفسي قوي نسمع من الأستاذة هايدي أكتر في الموضوع، لأن أنا زي المشاهدين اتفاجئت بالموضوع بالظبط النهاردة، عشان كده كلنا موجودين قدام المشاهدين النهاردة. بشكر السادة المشاهدين أولا وأخيرا، لأن من غيرهم حقيقي القناة ما كانتش ولا بقالها سنة ولا اتنين، احنا داخلين على السنة الثالثة إن شاء الله. بس كانت الإمكانيات بتاعت القناة بسيطة، فكنا في أولويات، فكنا دايما نيجي على الأولويات اللي هي طبعا الهواء بتاع القناة، المرتبات والبيوت المفتوحة، الكهرباء، الانترنت، التليفونات، كانت هي دي أولويات الدفع في القناة. يعني كنت دايما أقول إيه، طيب الشهر بس ده يعدي وإن شاء الله أبعت الشيك الشهر الجاي، وشهر ورا شهر. والحقيقة الأونر بتاعت المكان أكتر من رائعة بجد يعني، ويعني طبعا صبرت علينا كتير، وللأسف النهاردة يعني كان لازم أتصل بيها. أنا وصلنا الجواب، الحقيقة هو مش جواب، هو يعني قضية ملفات قضية وإيفيكشن، إن إحنا لازم نترك المكان. حقيقي يعني ده ما أنا ما بلومهاش بصراحة، أنا ما مش باين في الكاميرا، لكن أنا سألت حضرتك سؤال ونفسي أسأله تاني، لأن أكيد أي حد من أعزائي المشاهدين عايز يسأله زي ما أنا سألته. يعني أنا بعتبر نفسي برضو من المشاهدين. صحيح. وأول ما أنت قلت لي، طب أنا سألتك، طب ليه ما دفعتيش، ليه تأخرتي؟ فأنت قلت لي إجابة يعني أنا ارتحت وأنا بسمعها، ونفسي كمان أعزائي المشاهدين يسمعوها، أن كان في أولويات. هي الأولويات جدا. صحيح. يعني وأهم الأولويات دي البيوت المفتوحة طبعا الهوا، عشان ابقى امينه ان الهوا طبعا الهوا مهم جدا طبعًا. لان عن طريق الهوا هيجي لنا التبرعات، ده اللي فاتح البيوت كمان. بالظبط. والبيوت المفتوحه والكهرباء عشان والانترنت والتليفونات كلها جروب واحد كده، ما ينفعش ان احنا ناجله باي طريقه يعني. ولكن جيت على الايجار، بس الايجار الحقيقه ما كانش غالي يعني، عشان اكون امينه معاكم، مبلغ لو نقارنه بالشهري بتاع الساتلايت طبعا يعتبر ناتينج يعني. بس هو لما اتكون بقى وبقى سنه، بعتت لي هي جواب بتاكد عليا المبلغ كام بالظبط، لسته طويله عريضه، وصلنا ل 38,000 دولار. انا نفسي ان القناه تكمل بجد يعني. انا يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه الواحد حب القناه قوي،
وحب الخدمه فيها جدا. ولسه كنت بحكي مع الاستاذه ناديه، الواحد ما بينزل الصبح وجاي هنا متشوق يجي بسرعه ونشوف هنعمل ايه واليوم النهارده فيه ايه، وانا مروحه برده بروح اخر في الاخر يعني، وابقى مبسوطه قوي ان احنا انجزنا حاجه، وصلنا رساله، عملنا شيء جميل يعني. طبعا الكل عارف ان احنا ما بنقبضش مقناه، احنا بنحب ندي وبنفتخر ان احنا ربنا ادينا حاجه ان احنا نقدر ندي، اخترنا ان احنا ندي، دي احساس اكتر من رائع. بس كون القناه ان احنا لا، انا بقبض بصراحه يعني، فلازم اقول للمشاهدين يعني، ما ده بيت من البيوت المفتوحه يعني، انت حضرتك مش بتقبضي لان انت بتدفعي من جيبك يعني. انا عارف، انا واحد من ضمن الناس اللي انا بعتبر بيتي مفتوح برضو، من جزء كبير منه من القناة، وأنا يمكن بقدم برنامج واحد بس في الأسبوع، لكن أنا ببقى مستني البرنامج ده من الأسبوع للأسبوع، وببقى مشتاق جدا وبحضر الحلقة طول الأسبوع علشان أعرف أقدم حاجة حلوة للناس. وأعتقد الأستاذة نادية نفس الكلام برضو، بتيجي مرة في الأسبوع لكن بيبقى أجمل مرة في الأسبوع وأجمل برنامج. وكلنا يعني لسه كنا بنحكي ان في فعلا بركه غير عاديه في المكان، ولولا بركه ربنا المكان ده كانت قفل من اول كام شهر في الافتتاح. صحيح. بعد الافتتاح. صحيح. فدي بركه ربنا اللي احنا بنتكلم عنها في العطاء. احنا النهارده مش انا اسف اللي بقول الكلام، مش طالعين نشحت على القناه، مش طالعين نقول لكم الحقونا وهنفصل والقناه هتقفل، احنا بس طالعين نقول لكم انتوا اللي فاتحين القناه. انتوا اللي مكملين، وانتوا اللي فاتحين بيوت الناس اللي بتشتغل في القناه، وانتوا اللي بتوصلوا كلمه ربنا لملايين بيشوفوا القناه، برغم ان القناه مش موجوده على نايل سات دلوقتي، لكن ليها مشاهدين كتير جدا جدا بالالاف والملايين على الانترنت، وهنا في امريكا وكندا واوروبا. يعني انا يمكن انا بتكلم شخصيا عن برنامجي، بقاله سنتين مشاهدينه كتير جدا جدا جدا، والناس بتستنى من الاسبوع. انا يمكن مره او يمكن اكتر من مره كان تعبان او عندي ظروف ما جيتش، فبلاقي الناس على الفيسبوك احنا ما شفناش البرنامج. والناس دول من مين؟ منين يا استاذه؟ من مصر. يعني الساعه بتبقى كام؟ 4:30 صباحا في مصر. احنا كنا قاعدين علشان اول بيوري نشوف، نتعذب البرنامج، نشوف حاله من حالات اخوه الرب ونشارك في ألمهم كجسد المسيح، وكمان عشان نشوف تلبط صلواتنا وانت بتصلي من اجلها. طب. وحضرتك نفس الموضوع، بيجي لك تليفونات. عشان كده بتمنى، انا دايما لما بيكون في اي حاجه ظرف منعني بتمنى وبطلب من هايدي بالذات انها تحط اعتذار تحت، بحيث ان اللي عارف ان في برنامج يعرف ان بكره مفيش حلقه على الهواء، ويعرف ان في اعاده، لا يعني مش على الهواء مش مباشر. حتى سواء اعاده او مش اعاده، فما يقعدش يستناها، لان انا بحس بالذنب قدام اي واحد، ولو شخص واحد، شخص واحد، فرد واحد قاعد مستني البرنامج. مزبوط. قاعد يسمع اللي فيه، فعشان كده لو هو الشخص واحد ده. مزبوط. قاعد مستنيني، فانا بعتذر له اقل حاجه. بالتالي في اي ظروف بنحط تحت ان انها مش حلقه على الهواء. على فكره يعني حتى لو ما كتبناش اعاده فوق والناس فاكره انه ده لايف ونسينا، يعني ما كتبناش، الناس بتعرف على طول انه اعاده. طبعاً. لان عارفه الحلقه اللي فاتت، متابعين ان كان بيتكلم عن ايه. صح. والموضوع وايه الحاله والكلام ده. صح. حتى لو الحلقه قررناها مره بيعرفوا جدا يعني. طبعا. فالقناه بجد مش مجامله، صدقوني انا خدمت في كل القنوات، كل القنوات محترمه جدا وليها كل احترام عندي، لكن كوبتك سات محتاجه ايد المعونه قوي، محتاج يد المساعده والمعونه قوي عشان نكمل يا جماعه. محتاجين، انا عارف ان المبلغ كبير اللي احنا بنحكي فيه، بس احنا زي ما قلنا ولسه بنحكي، احنا بنطلع لكم بطبيعتنا. جانا اهو، هو ده الجواب اللي جانا، علينا كذا، هو ده اللي علينا، هو ده مش. وبعدين في حاجه لسه بنحكي من شويه، ان احنا مش كل كام شهر بنطلع نعمل فاندريزنج، يعني القناه الوحيده اللي ما بتعملش فاندريزنج خالص، ولو عملناه بنبقى مش عارفين نعمله، مش حريفه في ان احنا نعمل فاندريزنج حقيقي، احنا بنعترف بالكلام ده، وبنسيب ربنا هو الفاندريزنج بتاعنا بقى، هو اللي بيسدد. بس القناه النهارده في احتياج ملح للمبلغ ده، يعني نفسنا نجمع اي مبلغ نديه للاونر بتاعه البيلدينج علشان تتنازل عن القضيه، لان الموضوع مش خلاص، مش مجرد ان انا بقول لكم ادفعوا اللي عليكم علشان انا خلاص هبعت لكم انذار، لا ده بقت قضيه، يا تدفعوا يا اما تمشوا من المكان. فانا مش عارف اقول ايه، لكن لو انتوا بتحبوا القناه
وأنا بكلم المشاهدين الغالين على قلوبنا اللي بيحبوا البرامج وبيتعزوا بيها وتفرق معاهم جدا في حياتهم، وكمان بيبقوا سبب بركة بتعاضدهم وتبرعاتهم إن القناة بتوصل لأماكن كتير محرومة من كلمة ربنا، ما فيهاش كنيسة، ما فيهاش اجتماعات، أماكن مهجورة من كلمة ربنا خالص. ده بيفرق معنا كتير قوي قوي إن حد يتصل بينا ويقول لنا إن أنا اتباركت ببرنامج أو بترنيمة أو بأي حاجة بتقدموها في القناة. فنفسي قوي تشاركونا النهاردة وارفعوا سماعة التليفون وعضدونا وشجعونا. لو كام واحد بس رفع سماعة التليفون وقال أنا كل واحد أنا بتبرع بمبلغ معين للقناة عشان تدفع الإيجار المتأخر اللي عليها علشان الأسبوع اللي جاي ما تقفلش القناة. وربنا مش هيسمح، وانا واثقه ان هو هيمد ايديه واللي ابتدى عمل بيكمله. ربنا هو اللي ابتدى العمل الجميل ده واكيد هو هيكمله. طب انا هرنم ترنيمه الاول وهسيب الموضوع معاكم تصلوا لحد ما رنم الترنيمه دي واشارك بيها معاكم. وبعد الترنيمه نفسي قوي اسمع مكالمات تليفونات حضراتكم تشجعونا وتكلموني انا والاستاذه هايدي والاستاذه ناديه، و تحكوا معانا لو عندكم أي آراء حابين نعرضها في البرامج اللي جاية، نعمل برامج جديدة وتشجعونا وتسندوا القناة. ولو حد حتى تبرع ب$100، لو مجموعة كبيرة تبرع كل واحد ب$100، المبلغ هيجي بسرعة صدقوني. مبلغ يعني أنا بتكلم في يعني مشاهدين كتير لقناة السيسات، مشاهدين كتير بيحبوا القناة، مشاهدين كتير بيحبونا وبيحبوا يشوفونا وبيحبوا يسمعونا وبيحبوا المادة اللي احنا بنقدمها، أو بيحبوا الروح القدس اللي بيشتغل فينا اللي بيقدم المادة دي. احنا مش احنا لا شيء يا جماعة من غير ربنا، لا شيء من غير الروح القدس، ده حقيقة. أنا من غير ربنا وترتيباته وترتيبات الحلقة ولا شيء، ما اعرفش أقول أي حاجة على الهوا. ما تفتكروش إن الواحد فينا حريف أو إنه يقعد يتكلم لا، ولا أي حاجة، ولا عندنا أي خلفية عن أي حاجة. احنا ربنا هو اللي بيكمل معانا، احنا كل حاجة بربنا، احنا ولا شيء من غير ربنا. عشان كده انتوا معانا اللي مكملين وفتحين القناة، فكملوا معانا. وزي ما قالت الأستاذة هايدي عندنا ايمان، لان تعريف الايمان للي يمكن ما يعرفش تعريفه النهاردة، بعض الناس ما تعرفش تعريفه، هقوله لحضرتك وهقوله لنفسي كمان وهقوله للقناة، هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. احنا دلوقتي محتاجين $38,000 مش موجودة، مش شايفينها، لا ترى، لكن بنصدق انها ترى. هو ده الايمان. الايمان بيخليك تشوف حاجات انت مش شايفها، انت شايف او انت شايف انها مستحيل انها تتحقق، لكن هي تتحقق في اسم يسوع، وبنصدق الكلام ده. ترنيمة بتحكي كمان عن الموضوع ده، بتقول انا ليا اله عينه عليا، شايلني وماسك بإيدي، وفي كل ظروفي حرساني عناية ورعاية سماوية. القناة في شهر 11 اللي جاي يا أستاذة هايدي هتكمل 3 سنين، وهنعمل احتفال كبير وهتشاركونا برضو الاحتفال. 3 سنين هنشهد وهنقول احنا لينا إله رعايته وعنايته هي اللي كانت ممشية القناة، مش أي حاجة تانية. أنا ليا إله بيطمني، بيريح ويطيب خاطري، قال لي ما أفكرش في أمري وحمولك ارميها علي. احنا بنرمي كل حمول القناة النهاردة وكل احتياجاتها، هو الوحيد اللي هيسددها. وده مش أول مرة يعمل كده، ده مش جديد على ربنا ان احنا نرمي له كل الأحمال والهموم وهو يكمل. أنا متأكد وعندي ثقة في ربنا. أمين. أنا ليا إله عينه عليا، شايلني وماسك بإيديا. أنا ليا إله عينه عليا، شايلني وماسك بإيديا، وفي كل ظروفي حرساني، وفي كل ظروفي حرساني، وفي كل ظروفي حرساني، وفي كل ظروفي حرساني، عينيا ورعايا سماوية. أنا ليا إله عينه عليا،
أنا ليا إله بيعزيني طيب وحنين وسنيدي، أنا ليا إله بيعزيني طيب وحنين وسنيدي، حبيبي وصار ليا نصيبي وباركني بركات سماوية، أنا ليا إله عينه عليا، أنا ليا إله عينه عليا، شايلني وماسك بإيديا، أنا ليا إله عينه عليا، شايلني وماسك بإيديا، وفي كل ظروفي حرساني، وفي كل ظروفي حرساني، عناية ورعاية سماوية، أنا ليا إله عينه عليا، أنا ليا إله بيطمني بيريح ويطيب خاطري، أنا ليا إله بيطمني بيريح ويطيب خاطري، قال لي ما أفكرش في أمري وحمولك ارميها علي، أنا ليا إله عينه علي، أنا ليا إله عينه علي، شايلني وماسك بإيديا، أنا ليا إله عينه علي، شايلني وماسك بإيديا، وفي كل ظروفي حرساني، وفي كل ظروفي حرساني، عينيا ورعايا سماوية، أنا ليا إله عينه عليا. آمين يا رب. لينا إله يستطيع، مكتوب عنه كده أعزائي المشاهدين، يستطيع كل شيء كل أمر ولا يعثر عليه أي شيء، أي مستحيل. كانت آية النهاردة في البرنامج، تصدق؟ أمين بالروح. نفس الآية كانت في البرنامج النهاردة، يستطيع كل شيء. أستاذة نادية، بقالك كم سنة بتقدم البرنامج دلوقتي؟ كابتكسات ولا ما قبل؟ كابتكسات طبعا. لا، كابتكسات من أول يوم ابتدينا. بدأت القناة يعني بقالك 3 سنين يعني بالظبط 3 سنين، ومع هايدي برضو من ما قبل كابتكسات. أنا عرفت حضرتك من البرنامج من قبل ما أجي القناة، أنا بقالي سنتين يعني أنت قبل بسنة، فأنا كنت من يعني أنا ما كنتش أعرف سيسات خالص، يعني أنا الأول ما كنتش أعرف مين قناة سيسات، فجبت الماجيك بوكس تي في، ده حقيقي فعلا ده اختراع رائع جدا يعني. فبقلب يعني أنا عارف كم قناة بعرفهم، ففجأة لقيت حاجة مكتوب عليها سيسات أو إيه القناة دي، فكان برنامجك يعني كمان. يمكن أول مرة أقول لك الكلام ده. لا لا، شدني قوي إن أنا شفت قد إيه أنت وطنية قوي قوي قوي، بدرجة يعني أنا عندي حماتي تموت في البرنامج بتاعك، تحبك قوي، وناس كتير يسألوني عن بتشوف الأستاذة نادية أنت في القناة، ناس كتير لما بروح أزورهم في الفالي وكده. شكرك يا رب. فبنشكر ربنا من أجل برنامج من البرامج الجميلة اللي بقالها 3 سنين. أنا عايز أقول حاجة كمان، يمكن أنتوا بتلاحظوها في كل القنوات بلا استثناء مش عندنا بس، مفيش برنامج بيكمل كام شهر ومادته الأساسية بتخلص وبيغيروا على حاجة تانية. أنا برنامجي بقاله 2 سنين وبرنامجك بقاله 3 سنين، دي حاجة ما حصلتش. صح. أنا ما شفتش برامج بتقعد الفترة دي. على فكرة نفس الديتيلز بتاع صرخة ألم، هو نفس الديتيلز أو نفس المنهج بتاع ما قبله، برضو كنا مع بعض. كان اسمه التماس، وكان برضو قناة هي على فكرة نفس الجروب مبنى. نفس الجروب ونفس المبنى ونفس كل شيء، كانت قناة قبل كده اسمها الرجاء بقى. يعني نشكر ربنا
ان نفس البرنامج استمر بقى مش 3 سنين، استمر اكتر من 7 سنين دلوقتي. ف يعني ده نعمة من ربنا مش مني ولا من البرنامج ولا من اي حد فعلا. ربنا يخليك هايدي فعلا، لان هي يمكن زي ما بتقول حضرتك ان الوطنية هي اللي غلبة عليا شوية. فانا يعني فعلا وبعتذر لكل السادة المشاهدين اللي هم المفروض بيحسوا ان انا بنفعل، لان انا لمست العتاب ده من اكتر من شخص ومن اكتر من شخصية في المؤتمرات والحاجات اللي بيحببنا إن في البرنامج. طيب لا يمكن دي الطبيعة بتاعتك ان انا بطبيعتي، بس يمكن ساعات بنفعل زيادة. بس اللي بيخليني انفعل الحدث نفسه، ان ببقى حاطة نفسي مكان الام او الاب او اللي حاصل عنده الحالة، فمن غير بالظبط اللي عنده الصرخة، فمن غير ما بشعر بلاقي نفسي بنفعل مكان الأسرة دي انها نفسها توصل الصرخة. فبكون انا الصوت، هو اللي ربنا استخدمني ان انا اكون الصوت بتاع الصرخة دي نيابة عن الأسر دي. بصي، كل واحد عنده ملكة في حياته او موهبة نقدر نقول عليها ملكة بلغة العالم وموهبة بلغة المؤمنين او الكنيسة. وانت بتنفعلي دي موهبه، مش انت مش بتصطنعي ولا بتمثلي ولا بتكشري وشك علشان توصلي مشاعر معينه والناس تحب البرنامج بجد، لا مفيش الكلام. بالعكس، ده المفروض الناس تزعل من الاسلوب لو هم مش حابين الاسلوب. اصل انت مش بتشتمي ولا يعني مش بتغلطي ولا بتشتمي زي بعض الناس في بعض البرامج. انت بتوصلي صرخه زي ما انت قلتي. انا الاسبوع اللي قبل اللي فات كنت بعرض حاله من الحالات، فوانا بتكلم عنها بكيت، بس يعني مسكت نفسي وكملت الحاله اللي فاتت. الحلقة اللي قبلها لا، أنا ليه بكيت؟ انا مش بصطنع ولا تعبان ولا بتالم من حاجه، لان الحاله نفسها انا بقالي من 2005 لحد النهارده 2009 سنين بخدم الخدمه دي، فانا عايش وسط الناس دي. وانا محامي في مصر، كنت بزور المساجين كمحامي. يمكن خدمة المساجين مش كتيرة قوي دلوقتي لأن أنا مش في وسطيهم، لأني أنا كمحامي ما كنتش بزورهم كخادم، لأن أنت عارفة ما ينفعش طبعا، مستحيل تدخلي ولا توصلي حاجة كخادم. فأنا كمحامي كنت بدخل بزور، ومعايا كارنيه نقابة المحامين ولحد دلوقتي معايا، وبقعد مع الناس وبقول لهم كتاب مقدس، ومش عايز أقول كتير في المواضيع دي. لكن كان بيفرق معايا قوي إن ألاقي المسجون مثلا وأنا خارج يقول لي، الاقيه بيبكي، انا مش قادر انسى ولا واحد، الاقيه بيبكي وهو اصلا ما يعرفش ربنا ولا يعرف حاجه وبعيد عن ربنا ومجرم، وممكن يكون مجرم حقيقي، مع ان في 90% من المساجين ابرياء متلفقه لهم تهم. فلاقيه بيبكي يقول لي انا يعني انا بجد ما اعرفش ربنا بيحبني ازاي انه بعتك ليا، يعني انا ما اعرفكش. بيقول لي انا ما اعرفكش وجايب لي اكل او جايب لي فلوس تحطها لي في الكانتين او جايب لي بطانيه او جايب لي كتاب مقدس او او او، طب انا عملت لك ايه حلو؟ فلما يوصل له الاحساس ده، فوسط وجودي وسطهم السنين دي كلها تخليني وانا بحكي عن حد ممكن ابكي، لاني حاسس بألمه قوي، حاسس بيه قوي. فوانت بتنفعلي قدامهم انت حاسه بيهم. انا ببكي برضو، انت حاسه. يمكن انا جاتني مسج على الفيس لسه عشان حلقه الاسبوع اللي فات واللي قبلها، الاثنين بكيت فيهم، لان كان في رساله من بنت بتوجه الرساله، فانا حسيت ان انا يعني يا مسؤولين انتوا سامعين بنت صغيره بتطلب منكم انقذوني وانتوا واقفين تتفرجوا. فحسيت ما اعرفش، صحيح بتبقى مشاعر لا اراديه ان انا طبعًا ببكي، بس بمسك نفسي طبعًا عشان اعرف اتكلم فيما بعد. بالظبط، عشان انت على الهوا طبعا. وده اللي بيخلينا، لان لو مش على الهوا مش هنبطل يعني، لان صح الموضوع بيبقى صح. انا على فكره لما ببكي مثلا عشان حاله مش انا لسه شايفها، لا، انا وهي بتتحكي قدامي على الهواء قدام المشاهدين انا بعيش نفس المشاعر، لان انا طول الاسبوع اصلا بسمعها علشان اكتب هي محتاجه ايه. يعني انا اول ما بيجيني الفيديو من مصر، الخدام بيصوروا اخوات الرب، او من سوريا او من العراق، النهارده معانا حاله تبكي لوحدها والكلام عنها يبكي اكتر، لانها من ضحايا داعش واللي عملته في الموصل. يعني نحكي عنها وتشوفيها، حتى الخادم وهو راح يصور معاها ما فيش مكان يقعد، فقعده على الارض على مرتبه كده الكنيسه اديتها لها، من غير مرتبه، عارفه المرتبه السفنج، من غير ملايه، من غير كسوه، قاعدين على الارض كده وهو بيحكي معاها. ده اول مره خادم يظهر في على الشاشه كمان، مش بالموبايل عشان الكاميرا تصورهم، عشان يقول للناس انا قاعد جنبها على الارض وشايفين الحاله الصعبه اللي وصلت ليها.
وهي واخوها و16 واحد من قرايبها قاعدين في اوضه واحده. واو. فده يبكي ونص كمان طبعا يعني بكي جدا. هيبكي الحجر يعني. انا في صوره من الصور كان في اول موضوع داعش ده ما ظهر ربنا يسامحهم بقى. طبعا معاك الواحد بيتكلم ربنا يسامحهم. ما هو يسامحهم ما هو يسامحهم امتى بقى حضرتك؟ لما يرجعوا يتوبوا. ما في في شروط. لا اسامحك عشان ترجع تتوب، بس ما تبوي مش هيسامحهم، ده جهنم. لا انا عن نفسي بتمنى ان ربنا يسامحهم. كلنا بنتمنى ان ربنا يغيرهم. لان النهارده برضه عرضت يعني صوره لشخصيه هناك كانت من ضمن اللي بتساعد الناس يعني محاميه هي، وللاسف لانها ما عجبهاش تصرفات بتوع داعش فاعتبروها مرتده واخدوها. قعدت عندهم حوالي شهر تقريبا بيعذبوا فيها عذاب جسدي لا تتخيليه، لان اهلها قالوا كده. وبعدها كان كل العذاب عشان تقول ان انا تبت، تستتاب زي ما بيسموها، وهي رفضت. كل المشكله انها قالت عليهم انهم بربر، وهي كانت بتشتغل معاهم. لا هي محاميه بتساعد بقى الناس الغلابه. وبتساعد المساجين، وبتساعد اللي احنا بنقول عليهم اخوه رب، بس هي عامه الفقراء، كل الفقراء. بتساعد عن المساجين اللي هم المعتقلين في السجون الامريكيه قبل ما يمشوا من العراق، من غير مقابل، من غير بدون مقابل، اي اتعاب، من غير اي اتعاب مع الفقراء. لكن اللي حاسه ان هو غني بتاخد منه اتعاب، لكن كانت مع الفقراء كلهم، بتساعد الارامل والايتام وكله كله. فهم كانوا بيعذبوها عشان تقول انا تبت، وبعدين في الاخر رفضت التوبه عشان كلمه انتوا بربر او انتوا غوغاء. الكلمه دي زعلتهم بس، يا عيني يا حرام، وفصل الرقاب مش بيزعلهم. المهم فبعد التعذيب جابوها في ميدان عام وطخوها بالرصاص قدام الكل، قدام الناس كلها في ميدان عام وطخوها بالرصاص بحجه انها مرتده. وهي مش مرتدة، هي رفضت انها تقول لهم انا تبت. هي بتعمل عكس اللي بيعملوه، هي بتعمل حاجه فيها رحمه، هي بتعمل الخير والرحمه، وحاجة وهم وحاجة بيعملوا الشر بتقربها من ربنا اكتر، وهم بيعملوا حاجه وفاكرين. اسمها سميره صالح الغنيمي، فيعني وبيقولوا لك بتوع الموسم كلهم عارفين سميره دي، عارفينها كويس جدا جدا. كانت وصلوا وصلوا جسدها لاهلها. اهلها طبعا لما استلموا الجسد لقوا عليه تعذيب. طب انتوا بتعملوا فيها ليه كده؟ قالوا لهم عشان تتوب وتقول ان انا تبت، وهي رفضت. وعادي بالنسبه، فاحنا كنا بنعذبها يعني بمنتهى البساطه، بمنتهى يعني. لا دول وحوش اساسا لا يتوبوا. يعني احنا بنتكلم في الامور دي اعزائي المشاهدين مش عشان نحكي عن برامجنا، لكن هي القناه هي اللي بتقدم الحاجات دي. يعني عايزين نوصل لحضراتكم، علشان عايزين نكمل او القناه تكمل عشان نقدر نكمل اكتر. يعني زي ما قلت لحضراتكم بشكر ربنا قوي وبفتخر قوي وبتشرف ان البرنامج بقاله سنتين وناجح بايد ربنا قوي قوي قوي، بقوه ربنا، بدعمه. لان انا زي ما قلت لحضراتكم انا ولا شيء من غيره، وبيكم انتوا كمان، وبتشجيعكم وبتعضدكم لكل حاله من حالات اخوه الرب اللي عرضناها واللي لسه هنعرضها. لسه في كتير، ودي اجمل خدمه اتكلم عنها الرب يسوع بنفسه شخصيا. تعالوا يا مباركي أبرث الملك أو الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ليه يا رب؟ علشان عملنا حاجات كتير قوي قوي. مثلا صمنا، ده حلو قوي. صلينا، ده جميل جدا. عملنا حاجات حلوة، لا، لأني جعت فأطعمتموني. زي ما كنت بحكي مع حضراتكم عن قصة الست اللي معهاش غير 50 قرش في شنطتها، وكانت ما بين نارين تعمل ايه، وفي ثانيه قررت، لان دي وصيه ربنا، افتكرت لاني جعت فاطعمتموني. الراجل جعان بقى له يومين ما اكلش. كان ممكن واحد يقول ايه وانا مالي، وياما ناس كتير قوي ممكن اكون دلوقتي سامحوني، ناس كتير بتشوفنا دلوقتي يا عم بلا وجع دماغ، وكل شويه الهوا فصل، القناه تفصل، الايجار مش عارف ايه. طب احنا ذنبنا ايه؟ ذنب حضرتك ان ربنا زي ما قال قداسه البابا شنودر المتنيح زمان، في واحد زي ما قلت الاستاذه ناديه، واحد عنده موهبه، عنده ملكه انه يخدم، يوصل كلمه ربنا. الله بيديله كده موهبه او ملكه انه يعرف يتكلم، او يقعد قدام الهوا يتكلم قدام المشاهدين، او يشدهم باي حاجه، بموضوع، بقصه، بحاله من الحالات اللي بيقدمها، باي حاجه. بس في واحد تاني ما يعرفش يعمل كده. طب اللي ما يعرفش يعمل ايه؟ يدفع للي يعرف علشان يوصل الكلمه.
يدفع علشان الكلمة توصل عندك أو ما عندكش. شوف أنا بقول إيه، في ناس تقول لك إيه أنت عندك كتير فادفع من الكتير اللي عندك. لا، حتى لو عندك قليل زي الست، حتى لو ما عندكش غير آخر مبلغ، عيش بالإيمان وجرب تعيش بالإيمان. الإيمان هيخليك تكبر أكتر وأكتر وأكتر. ست ما عندهاش غير 50 قرش ومعرضة إنها مش آخر الشهر مش هتدفع إيجارها ولا تاكل، لا ده معرضة الأخطر من كده، إن رجليها هتعجز، هتبقى معاقة، محتاجة تبقى في كرسي متحرك تتحرك بيه علشان الدكتور قال لها ما تمشيش أكتر من 50 متر. دي قصة حقيقية مش قصة خيالية عن العطاء، قصة حقيقية حصلت زمان في مصر أيام الترماي، كلكم عارفينه ولحد دلوقتي موجود الترماي بتاع مصر الجديدة. فما كانش معاها غير تركب، ولو ما ركبتش هتمشي بقى مش 50 متر ولا 100، ممكن نلحقها 1000 متر مشيتهم بالإيمان. وابليس برضه بيحاربها، هيحاربك بس هتنتصر في اسم يسوع، لأن أنت نفذت كل كلمة بيقولها الرب يسوع. ساعد لو سمحت معانا النهاردة على قد ما تقدر عشان القناة تكمل. نفسنا نجمع أي مبلغ، أنا عارف إن 38,000 مبلغ كبير قوي، ممكن يجي في أي لحظة، ممكن يجي النهاردة، ممكن على آخر الأسبوع يكون بنسدده، لكن على قد ما نقدر النهاردة. نفسي قوي في برنامج من السجن للملك اللي بيكن كل احترام وتقدير للقناة، لأن هي السبب اللي خليت البرنامج يطلع للنور. وأنا بعتقد كمان نفس الإحساس عند الأستاذة نادية وعند كل برامج اللي بتتقدم في القناة، كل العرفان والتقدير للقناة، والقناة بتكن كل العرفان والتقدير لحضراتكم، لأن أنتوا اللي بتمشوا القناة، أنتوا اللي بتكملوا في القناة، أنتوا اللي بتدفعوا لنا علشان ندفع للهواء وندفع لكل احتياج في القناة، وعلى قد ما نقدر. على فكرة احنا مش موجودين على مصر دلوقتي، مش بندفع ال 15,000 دولار اللي كنا بندفعها في مصر، دلوقتي احنا بندفع الساتلايت العادي البسيط اللي هو موجود هنا في أمريكا وكندا 12,000 دولار أو في الحدود دي، والمصاريف التانية الباقية يعني مش مبالغ رهيبة يعني، بس بتمشي وماشية بستر ربنا. هتقولي حاجة يا أستاذة؟ أنا طبعا عايزة أشكر السادة المشاهدين، النهاردة عملنا تكثيف جامد قوي على التليفونات ومفيش تليفون كلمناه والناس ما تشجعتش وشاركت. نشكر ربنا يعني، حتى في واحد للأمانة يعني كان بعت لنا مبلغ للكاميرا، لأن الكاميرا كانت باظت عندنا وإحنا ظبطنا الأسلاك شوية بتاعتها عشان تكمل معنا. مظبوط. فاتصلنا بيه النهاردة قلنا له ممكن نستخدم المبلغ ده للإيجار بدل قال لا خدوا المبلغ ده للإيجار وحنبعت لكم مبلغ تاني. ما هدي بقى الأمانة يعني. أنت ممكن تقولي لا هنتصل ونقل، ما هو هنخليه بقى على الإيجار على طول، وبعدين بقى مش هيعرف هو جبنا كاميرا ولا ما جبناش. لكن الأمانة خليته هو يطلع اللي جواه برضو بكل أمانة، لأنه صحيح. بيتكلم معنا بأمانة وإحنا بيتكلموا بأمانة. أصلهم بيتوقعوا الأمانة أن ممكن الكاميرا مثلا تعطل تاني وبعدين نرجع نقول الكاميرا، يوم هو بينه وبين نفسه طب أنا بديهم عشان يشتروا الكاميرا. بالظبط. يبقى هم كانوا بيكذبوا عليا، فهي الأمانة حتمت عليها أنها تقول له عشان خاطر يعرف أنه هو المبلغ بتاعه راح فين. بصي كل حاجة في حياتنا ما تتجزأش لو عايشة بالأمانة. صحيح. مش قدام الناس. صح. قدامه صح. هو. وده اللي أنا كنت بحكي مع حضراتكم في الأول، إيه الدافع الحقيقي من العطاء؟ إن أنا أسدد فلوس أو أدي محتاج ولا مجد ربنا؟ مجد ربنا. ما هو أنا لما كنت بروح أزور واحد كان بيقول إيه في الآخر لما نخرج؟ مجد لربنا. أمين. اللي بعد ده أنا مش مهم، مش مهم حتى يفتكر وسيلة. اسمي مش مهم. فلما حد يشوف حاجه لما انا مثلا بنبعت فلوس لحاله ونصورها ونجيبها قدام المشاهدين للامانه وللمصداقيه، لما بيشوفوا الكلام ده بيقولوا ايه؟ مجد لربنا. امين. لما الفلوس بتوصل للناس اللي ما نعرفهاش، يعني في ناس في المنيا صورنا 16 حاله اليومين اللي فاتوا في المنيا ما نعرفهمش، معدومين الحال، واحده كانت من ضمنهم محتاجه 200 دولار علشان الولاده بتاعتها، معهاش عشان تروح يعني تولد، مش معاها فلوس. تخيلوا معايا، وبقي لها كام؟ بقي لها شهر. عرضنا الحاله ونشكر ربنا وبعتنا الفلوس وولدت وصورناها مع البيبي وكان في مصداقيه للناس طبعا. فالامانه قدام هو، يرجع المجد ليه هو. انا حياتي كلها المفروض كخادم او كشخص عادي، مش لازم اكون خادم، ما هو ما فيش فرق بين الخادم والشخص العادي، الاثنين قدام ربنا مطلوب منهم الامانه في كل حياته. انا بتخيل حاله من الحالات اللي حضرتك بتتكلم عنها عشان كلمه مجدا لربنا، اي حد مثلا في دقيقه جامده جدا وفي وقت هو بقى حس بينه وبين نفسه ان مفيش امل،
فك الضيقه دي او الضيقه دي هتفضل مقفوله، يا رب ايه ده الدنيا اسودت خلاص، وفجاه يلاقي ربنا فتح الباب وبعت له عن طريق اي مزبوط خادم مزبوط. المبلغ ده اول كلمه هينطقها في لسانه المجد ليك يا رب. مظبوط، اول كلمه حتى لو مش مؤمن، عشان عارف حتى لو بعيد عن ربنا بالظبط، لان هيحس ان ايه يا ده كانت الدنيا سودة قدامي قوي وفجاه فتحت وربنا بعت لي، لا المجد ليك يا رب. مظبوط. المجد فعلا في وقت الضيقه بيبقى ليه طعم تاني جدا عن وقت العادي، هو دايما يجي في حقيقي في الهزيع الرب. في انا بتخيل ده قوي دلوقتي وانت بتحكيه، لما بكلم الخدام، انا معايا 3 خدام حلوين قوي في المنيا وانا بشكرهم جدا وبشكر كل خادم. الاول كان معايا خادم واحد في القاهره، دلوقتي معايا 5 خدام بيخدموا، يعني فيهم اللي بياخد مقابل وفيهم اللي يخدم من غير مقابل، علشان هم بيتعبوا جدا، بيتعبوا بيصوروا ويروحوا ويتعبوا ويقعدوا مع الحال وصوروا مره واثنين، علشان ده اول ناس اول مره تقف قدام الكاميرا فمش عارفه تعمل ايه ولا تقول ايه، بس هم محتاجين تعبانين. فانا بتخيل مع حضرتك نفس اللي قلتيه، فجاه الست دي الحامل اللي عايزه محتاجه انها تولد بعد شهر، وهي قاعده وهي وجوزها وعندها بنت صغيره، ما تشوفيهم بقى يعني بجد تبكي يعني على 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 احتياجهم، ومفيش حد بيخبط عليهم، محتاجين ومفيش حد خبط عليهم قدامهم. فجاه الخادم بالكاميرا بتاعت برنامج من السجن الملك بيخبط عليهم او بيتصل بيهم، انا جاي اصور كذا 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 علشان لو محتاجين حاجه. طبعا الست لو انتم محتاجين حاجه، طبعا انا هولد بعد شهر ومفيش 200 دولار، مفيش 1500 جنيه مصري تحط في المستشفى عشان جوزي بيبيع خرده في السوق وبيكسب 10 جنيه في اليوم، يعني 300 جنيه في الشهر يا دوبك بتقضي مصاريف بلا عافيه. ده مش عارف عايشين حقيقي، مش عارف عايشين ازاي. عارفه يعني ايه 10 جنيه في اليوم؟ يعني دولار ونص. الناس اللي في امريكا بقى وكندا يسمعوني، واحد عايش بدولار ونص في اليوم. ده دي يمكن عندها 10 جنيه، في حالات ما عندهاش. ما فيش خالص. صدقني بقى ما فيش الدولار ونص. بمناسبه السجن والحالات اللي في السجون، في محامي في مصر نعرفه حقيقي بجد، ربنا يباركه ويعوضه يا رب، الاسم مشهور جدا وللفعل ما معهوش جنيه. عارف ليه؟ لان كل شغله رايح على الحالات اللي مش قادره تجيب محامي. يعني ممكن يكون حد عنده موضوع أنا مشكله، انا ابتديت اعرفه، لان مش هنقول اسمه عشان ربنا يكافئه، لا خلينا نديله حقه، لا عشان انا اصل هو عمل اصل وقف جنب حاله من الحالات اللي في البرنامج، ويعني قلنا له ورحب جدا يعني. فهو حقيقي بامانه لسه كان بيكتب لي امبارح على الفيس بيقول لي يعني انا بصراحه مش عارف اعمل ايه، لاني بتنطط ما بين المنيا وسوهاج والاقصر ومش عارفه المنصوره ومش عارفه ايه، حتى مصاريف التنقلات مش قادر عليها. انا باكد كلامك لان هو شاركني مره قبل كده بحياته، شاركني قال لي انا مش معايا مش عارف اعمل. عارف ما بيروح لاي حد من الكبار يقول له ايه؟ خلي القنوات اللي انت بتروح تساعدها تنفعك. تخيلي يعني القنوات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي هي سبب عصر عند ناس، بعض الناس اللي الناس بتحاول منها عن طريق القناه، عن طريق القناه تساعد الناس. بصي الناس في مصر غلبانه قوي 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 قوي، خليهم كلهم يجوا امريكا كلهم بلا استثناء، هيغيروا رايهم في اللي كانوا فاكرينه تماما. بيفتكروا ايه؟ اول انا عن نفسي يعني شفت الكلام ده يعني بصوره واضحه، يعني اول ما يعرفوا ان في واحد عايش في امريكا حتى لو مش لاقي ياكل في امريكا وعايش بالمساعده الحكوميه يقول لك ده بيغرف، ده هيبعت بقى لاهله وهيبعت لمامته واخته ومش عارف ايه وهيسيغ مامته بقى ذهب وبتاع، كل الناس فاكره كده. فبرضه نفس الموضوع، الناس فاكره ان كل القنوات مليانه ومعاهم ومش عارف ايه وبتاع وفلوس، مش عارفين يدفعوا ايجار. انت بتهزر؟ هيقولوا للمحامي ده انت بتهزر، ما القنوات اللي انت بتشتغل معاها دي ما اكيد بتديك مرتب، اكيد بتغرف. هم فاكرين كده، فكلهم كلهم كده، ما عندهمش. الناس اللي بيتكلم معاهم، ما انت يا عم بتظهر على القنوات، ما القنوات بتديك، انت بتكذب علينا. هو فاهم او هم فاهمين ان القنوات بتديله وهو بيكذب ان هو مش لاقي. يا جماعه ادوني يا جماعه، يعني حتى ساعدوني بالمصاريف اللي انا اتنقل بيها ما بين القطر ومفيش فايده. طب معانا تليفون الاستاذ محمود. اهلا بيك يا استاذ محمود في البرنامج. كلكم وجمعتكم ان شاء الله على خير وعافيه.
يا اهلا بيك. ومن بلاد الشام بنقول لكم كل عام وانتم بخير، لانه هلا اخواننا بالشام وفي كل مكان عمال بنطنطوا حوالين مكه وبيدعوا بركه الله بيبعد عنهم الفواحش وكل الدواحش وكل اللي اندحش ما بينهم. امين يا رب. عمال بيخرب عليهم، ولعل وعسى بجوز الله يبعث لهم الطير الازرق ولا الابرق ويرحم حالهم، وان شاء الله يعني الامور تتعدل. لكن صدقوني انا اول شيء يا ابني انا بدي اقدم لك تحيه والاحترام لك. اشكرك. وللست المحترمه هاي الحلوه الاموره الضعيفه هاي، مش عارف كانه جيرانها بياكلوا اكلها هاي دي مسكينه. مش عارف ليش زعفانة. احنا بنحب الست المليانة مثل الست نادية، معناها توحينا بالقوة وانها بتقدر تواجه البوليتكس والزعماء والدنيا فلازم يعني بدنا اياكي تاكلي شوي وتديري بالك على حالك، لانه قد ما لا نادية ولا هايدي، معناها انت حلوة، معناها بنقدر احنا نتحزم فيكي. استاذ محمود نادية ولا هايدي اللي تاكل؟ الامارات ما قدروش يحموا حالهم، ست دول قدام صدام، لكن شفنا المرأة في الإمارات أرجل من الرجل. صحيح. بتركب الطيارة وبتروح بتضرب الأطفال في سوريا والأطفال في العراق. أنا غريبة، ما في عندهم الأمومة وما عندهم ولا مرة سمعوا فايدة أحمد وهي بتغني للماما والأمومة وست الحبايب. يعني كيف بكره اذا بده ينزل موسم للكشاف الاطفال من سوريا يزور الامارات ويقول لهم وين الطيارجيه الحلوه الست الهانم اللي اجت قصفتنا في سوريا وقتلت اطفالنا الابرياء عشان تحامي عن مقدسات اوباما والبزنس تبع اوباما حتى نرضي الكرامه والشهامه العربيه. لانه هلا بلش انه ما في عندنا رجال يوقفوا قدام داعش وفاحش، ففي الامارات طلعوا النسوان ارجل من كل رجال العرب، بدهم يحرروا العرب من داعش. يا استاذ محمود، لانه العرب سلموا القدس وفلسطين وغزه. يا استاذ محمود، من مصر وسيناء وليبيا وتونس والسودان، فطلعت لهم النسوان في الامارات بالرجوله. حضرتك سامعني يا استاذ محمود؟ انا سامعك. انت حضرتك بتتكلم المقدمه ولا يهمك. حضرتك بتتكلم منين؟ حضرتك بتتكلم من هنا ولا من سوريا؟ انا بتكلم من كل مكان في محبه الله ممكن تنوجد. امين. وبندعي للدنيا كلها بسلام، وان شاء الله انك انت تكون بسلام برضو مع الحلوين اللي حواليك، وربنا يتمجد ان شاء الله وتكون طريقك خضراء. وخليك حنين ببرنامجك، لانه احيانا احنا بنكون حلوين كويسين. احنا كيف حالك؟ ان شاء الله تكون بخير وعافيه يا رب. يخليك لنا كل شكرا سنه وانتم طيبين. في سوريا ما بتسالش على الواحد انت وين وبتحكي من وين، اساله كيف حالك بعد المكالمه، حتكون وحتحكي معانا مره ثانيه ولا لا؟ لا انا بسالك، انا بسالك نساء الامارات اصبح عزيزي رجوله انهم يقتلوا الامومه في سوريا والعراق والطفوله. يا عزيزي استاذ محمود، انا كنت بسالك انت بتتكلم منين، علشان انت قلت اهل الشام فاكيد انت سوري، وحبيت اسالك لو انت سوري ايه اخبار اهل الشام لو انت في الشام؟ انا سوري مصراوي. انا شامي مصراوي لحد الان، انا شامي مصراوي والجمهورية المتحدة علامتي. لحد الآن احنا بنحكي وبنغني ما بين النيل والفرات، فمش راح تاخد معاي لا حق ولا باطل يا بني. بجوز انت من ولادي لسه. أنا احنا بين النيل والفرات. انا اتشرف بيك. الله يخليك يا بني. كل سنة وانتم طيبين. نادية اللي عندك هاي الحلوة الأمورة، بدي اياكم تحاولوا تعملوا فزعة خير. كيف احنا نحول برنامجها من صرخة ألم لصرخة أمل؟ امين. بندعي بندعي للرب انه يتمجد في يوم من الايام، نفرح قلبها وقلب المشاهدين تبعينها، لانه برنامجها فعلا هي والست هايدي واللي حواليها شدني كثير.
رغم انه انا بالنسبه لكم يعني يا دوب بديت اني اصير يعني 16 سنه وراح يعطوني تمبرري ليسن يعني، بس معلش ماشي الحال، طولوا بالكم علي. ربنا يخليك لنا. يعني لقيت انه برنامجكم، وبدي اقول لك شغله يا بني، برنامجك انت من السجن للملك، يا ريت تحط معاك صوره السيد المسيح، وتحط صوره نيلسون مانديلا والمهاتما غاندي وهوشي مين والشي جيبارا، هدول الناس اللي طلعوا من السجن للملك في النضال الاجتماعي، يكونوا رمز. بس هي كمدخل، وهاي راجعة إلك. وشابيز كوبو شابيز اللي عملوا له تمثال في مصر للحرية، وإحنا الآن بنحاول نبحث عن الحرية للمرأة في مصر، وين حقوق محمد بطاطا؟ وين حقوق الطفلة لازمي؟ وين حقوق أهل العروس اللي ماتوا على باب الكنيسة؟ أيوة. اعملنا تمثال لكوبو شافيز، بدنا تمثال للحرية للشهداء اللي سقطوا من الإرهاب. امتى راح نكرمهم؟ ما دام انه احنا صرنا كلنا العرب عندنا طيارات، ونكسر سوريا والعراق، ونسينا القدس وغزة، وكلنا بنحمل نجوم ونياشين وبنقتل بعضينا، ومفتي الأقصى ومفتي مكة هذيك اليوم بيطلب الأطلسي، واليوم بقول لك محاربة الأمريكان لداعش حرام. أيوه. أما قتلهم لأطفال سوريا والعراق ولبنان وفلسطين حلال. صحيح. وللأبرياء من الشهداء الجيش والعمل في مصر والأبرياء وحرق الكنائس حلال. وقتل الأبرياء في ليبيا حلال يا قرضاوي يا مفتي الديار المقدسة. الناس بتدور حوالين مكة، الناس بتصح اليوم لله بتقول لك الله أكبر عليكم وعلى الفواحش وعلى آل عبد الوهاب وعلى المذهب الوهابي. سامعني من هاي المحطة البسيطة، من هدول الوجوه البسيطة الطيبة شايفهم حواليك، ندعو لله انه يتمجد وتستمر هاي القناة. أمين. كل واحد بيسمعني. أمين. لما كنت انا بانظر قبل كم يوم، اول محطة في العالم جابت قناة الاتصال بوقف الارهاب على سوريا، كانت هاي المحطة. نعم. من داخل العموم مجلس العموم البريطاني، كانت هاي المحطة اول محطة للعالم. مزبوط. فخر انه تسجل في التاريخ إن جابت وقف العدوان على سوريا. هاي المحطة احنا بنفتخر فيها، محطة مقاومة إنسانية. هذول الناس اللي ورا الكاميرا الشموع، اللي مقاومين إنسانيين لحد ما وصل السيسي يكون رئيس. مزبوط. هو الرمز تبعنا والشمعة، ولحد الآن بنقول له كل عام وانت بخير، بركب نهاية العيد بنشوف السفير المصري في دمشق والسفير السوري في القاهرة. يا سيادة الرئيس كل عام وانت بخير. وانت بخير. بمناسبة عيد الأضحى سيادة الرئيس، شوف ابتسامة هايدي يا سيادة الرئيس. هاي المرأة المصرية يا سيادة الرئيس افتخرت فيها، ابتسمت للحرية، ابتسمت للواء الشمالي يا سيادة الرئيس، للجيش الأول يا سيادة الرئيس اللي تركيا بدها تضربه بعد العيد يا سيادة الرئيس. جيشك الأول يا سيادة الرئيس، تركيا راح تضربه بعد العيد يا سيادة الرئيس. أيها الفريق كل عام وانت بخير. من أطفال سوريا، من أطفال العراق وأطفال غزة بنقولكم كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير لكل الطيارين العرب. لكن تقدروا تيجوا تنزور وتل أبيب حتى نعطيكم نجوم، بركة تزوروا القدس بطياراتكم. كل عام وانتم بخير يا زعم العرب، يا زعم الإسلام، يا دارين حوالين مكة. من محطة قبطية بقولكم كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى. أين أنتم من القدس؟ كل عام وانتم بخير. امين. شكرا لك يا استاذ محمود. لو سمحت يا سيدي هايدي كل عام وانتم بخير. شكرا لك وانت بخير. تشكري بتحكي معاي، نشوف موضوع شو بتمجد الرب انه يساعدكم في محطتكم. شكرا.
وسامحونا على القصور اللي الله بيقدرنا، بنوقف معاكم فيه يا بناتي، وان شاء الله رب العالمين يتمجد. شكرا لك. وانا واثق انه في ناس طيبين كثير بيسمعوكم وواقفين معاكم وبيدعوا لكم بالمال وبالدراح وبالسان، ورب العالمين كمان بيحميكم. امين. وانا عارف انه في ناس طيبين كثير بيسمعوني الان وحيصلوا وحيصرخوا بالصوت مثلي، ورب العالمين حيصرخ بالصوت معاي كمان انه يحمي من النيل الى الفرات. وما زلنا شام ومصر يا شام على كل رؤوس الاعداء والكبرياء كلها لمصر والشام ما بين النيل والفرات. كل عام وانتم بخير. وانت بخير محمود. قبل ما تمشي انا نفسي اختار لك وظيفه. سامعني؟ انا طب استنى، مش لما تعرف الوظيفة ايه؟ العمر يا رب. مش تعرف الوظيفة ايه الاول؟ تاخد منصب. اني ادعي لك بطولة العمر. تاخد منصب بان كيمون. بان كيمون. تاخد منصبه. انا هقول لك. عشان انت هتشمل الموضوع ده الشرق الاوسط والعالم كله. اتمنى من محطتكم بهذه المناسبة باحتفالات اكتوبر، لو سمحتي لي باحتفالات اكتوبر من محطتكم ما دام ما فتحت الموضوع، اقدم التحيه لبطل فتحه الثغره في خط برلين الاستاذ المهندس ماجد القطي. يسمعني الجميع، في عيد الاضحى نحتفل في احتفالات نصر اكتوبر. انتوا بتدوروا حوالين مكه والفواحش عمال ببحثوا في الاعراض في سوريا والعراق. اسمعوني، احتفالات اكتوبر. بنقدم التحيه لروح الرئيس عبد الناصر اللي وقع على خطه اكتوبر، اللي وقع على خطه خط برلين، حتى يعرف الجميع، في البعض مش عارفين. عبد الناصر الله يرحمه جرت الموضوع في حياته. يعني السادات ما كانش بطل العبور، كان في لحظة التنفيذ. الله يرحم عبد الناصر، الله يرحم السادات، والله يحيي مصر، والله يحيي كل أبطال مصر اللي رفعوا العلم ورفعوا الكرامة والشهامة العربية من 67 يوم الحد يا أستاذ محمود. لحد الآن أستاذ محمود يوم الحد اللي جاي يستمر هذه الشهامة، انه ما ينكسر الجيش الاول في اللواء الشمالي. استاذ محمود سامعني؟ اتفضلي. يوم الحد اللي جاي باذن ربنا عادل جورجي عامل حلقه خاصه عن احتفالات اكتوبر، ونتمنى نسمع صوتك هناك معاه يعني، عشان تعلق على انتصارات اكتوبر بالذات، ومين اللي شارك في انتصارات اكتوبر، مين كان السبب الرئيسي في انتصارات اكتوبر اللي لغايه دلوقتي حتى مش مدينه حقه ولا محتفلين بيه بالقدر الكافي. اللي فتح خط بارليف بالميه كان قبطي، اللي انقذ حياه الاف من جنودنا كان قبطي، كان مهندس من مهندسين الصف العالي. ما انا عارفه اللي هو باقي. الاستاذ محمد رضا، الاستاذ محمد رضا الممثل الله يرحمه. ماله؟ بالثمانينات عرفني عليه. عرفك عليه على المهندس باقي. اللي هو باقي قال لي الراجل ده مفتاح الكرامه العربيه. بالظبط، صح. اللي هو باقي مفتاح الكرامه العربيه. احنا نحتفل في كبريائه وبنحتفل في روح الموجود عبد الناصر. تصوروا مصر عظيمة، انه كل شغلة بتصير مع السيسي لازم يكون في شغلة ذكرى لعبد الناصر. ارجعوا من حد ما وصل السيسي لحد الان، لابد انه يكون في شغلة لعبد الناصر بوجود السيسي. طلع حياة الامم المتحدة ما بين وفاة عبد الناصر واكتوبر، دوما موجود السيسي مع عبد الناصر. لا تنسوا انه ابوه كان سيناتور ايام عبد الناصر. امين. وانا بذكر ابن الخنفس وبحلفه بكل ارواح الناس الطيبه بالخنفس جيرانه يدير باله على سوريا ويرجع سفير سوريا. كل عام وانت بخير يا سياده الرئيس، اهل الخنفس بترجوك ترجع سفير سوريا.
نشكر حضرتك. شكرا شكرا ليك يا استاذ محمود، وتشرفنا بوجودك ومداخلتك معانا، ربنا معاك. شكرا ليك. جميل جميل استاذ محمود، دايما وطني جدا برضو جدا. زينا بيتكلم من قلبه جدا يعني بلده، بس بالباشون بتاع ناديه يعني فاهم، بيتكلم عن الانسانيه كل مش عن بلد معينه، دوله معينه بيتكلم عن صرخه اي انسان. وعلى فكره فلسطين هو كان صحفي الراجل، هو لما كان بيقول اهل الشام فانا افتكرت سوريا، عشان كده بقول له yeah. ايه اخبار، لان انا بحب سوريا جدا، انا زرتها وكان عندنا حالات من سوريا فكنت عايز اساله بس عن اهل الشام. هو انفعالي بحبه اللي جواه عن كل الام واحزان، واي حد في الشرق الاوسط هتلاقيه بنفس الحماس ده وبنفس الطريقه دي بيتكلم، مش عن بلد معينه يعني، حتى مش بلده بس، شايل هم مصر كمان، هو بيعتبر نفسه مصري يعني. ما هو قال شامي مصري كله كله على بعضه، هو الامم المتحده قصدي جمع الدول العربيه كلها. طب ايه رايكم نروح على راق بقى شويه؟ نروح عندنا حاله النهارده زي ما قلت لحضراتكم من الاسبوع اللي فات اعزائي المشاهدين، ان حاله النهارده في برنامج من السجن الملك هي اول حاله بتجينا متصوره من العراق. بقالي كتير بصلي وعندي رؤيه كبيره في البرنامج ان يبقى في حاجات مختلفه في البرنامج، ما يكونش بيقتصر على اخوه الرب اللي في مصر بس، وده اللي احنا بنحكي فيه، ان كل الموضوع سواء في برامج سياسيه او وطنيه او برامج روحيه او اجتماعيه احنا بنتكلم عن الكل، المسيح جه للكل. في ايه حلوه قوي هقولها لكم قبل الحاله، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، مش فئة معينة. يعني هو بيحبك وبيحبك وبيحب أي شخص، حتى لو لسه بعيد عن ربنا، حتى لو مش بي يعني مش مسيحي، أي ملة أنت فيها هو بيحبك وأنت غالي على قلبه قوي. فعشان كده إحنا ماشيين زي ما هو بيعمل بالظبط، زي ما هو عاش، زي ما هو عنده كان أحشاء رأفات، إحنا خلقنا على صورته كشبهه، فبنعمل كل اللي كان بيعمله. هو كان بيحب كل الناس، ما كانش ينفع يشوف أعمى ما يفتحوش، ما كانش ينفع يشوف واحدة منحنية ما يقومش ظهرها، ما كانش ينفع يشوف واحد ميت ما يلمس النعش ويقومه ويقول للشاب يا شاب لك أقوم قوم، ما كانش ينفع يشوف لعازر ميت والناس يعني وهو نفسه بكى ما يقوموش، ما كانش ينفع يشوف حد أو نزفة الدم وما يسمح لهاش باللمسة، فكان حنين، كان دايما يتحنن. فاحنا بنحاول نعيش ولو نقطة صغيرة من اللي كان بيعمله. احنا كمان ما اقتصرناش في برنامج من السجن الملك على حالات اخوة الرب في مصر، صلينا والرب استجاب للصلاة، والرب بعت لنا خدام في سوريا وقدمنا حالات في سوريا وبعت لها الرب تبرعات وبعتنا الفلوس واستلموها. كمان النهاردة بيجدد الرب وعوده لينا وبيسمع وبيستجيب الصلاة وبعت لنا خادم صور لنا أول حالة من حالات إخوة الرب في العراق، وهو وعدني كمان ربنا يباركه الأخ مجدي، خادم رائع جدا مصري عايش في العراق، مهندس هو هناك ومتزوجة عراقية وهي خادمة رائعة وبيخدموا مع بعض، وكانوا فرحانين هما الاتنين قوي بالخدمة اللي بيخدموها دي للبرنامج. وعدني قال لي في عيد الأضحى الأربع خمس أيام دول هكون أجازة فهصور لك حالات كتير قوي لأن هو مش فاضي كتير. ودي برضو بالمناسبة وإحنا بنفتكر عيد الأضحى بقول لكل إخواتنا وأحبائنا المسلمين في كل مكان في العالم كل سنة وأنتوا طيبين. هنشوف النهاردة حالة من الحالات الصعبة جدا، ضحية داعش. داعش دي ورانا في كل البرامج، برامج الروحية والبرامج الاجتماعية والبرامج السياسية، ورانا لحد ما الرب يتمجد يعني. هي من إقليم كردستان، هي حاليا عايشة في إقليم كردستان شمال العراق، في أمان المكان ده ما فيهوش أي مشاكل، لكن هي نازحة من الأواخر الموصل لحد ما طبعا ما مشيت لحد ما وصلت لإقليم كردستان. طب قبل ما أدخل في الحالة معانا الأخت عفاف على التليفون. ألو، يا مساء الخير. يا مساء الخير يا أخت عفاف، أهلا بيكي، ربنا يبارك ويبارك الخدمة ويبارك يسدد كل احتياج باسم الرب يسوع. امين يا رب، امين. وهو طبعا قايل كده، اذا اتفق اثنين على طلبه مؤمنين وباسمي
كلها. امين. فاحنا جايين بنتحاجج معاه من خلال كلمته، وبنقول له انت قلت يا رب، فرب قادر ان يثبت على حسب غناه في المجد. مظبوط. مش على حسب احتياجنا. مظبوط. احنا احتياجنا قليل. نعم. بس هو لما بيدي بيدي بسخاء ولا يغير. نعم. طبعا الهنا صالح، و يعني هو قال لنا اطلبوا الرب ما دام يوجد. احنا مؤمنين ان ربنا موجود وبنطلبه وبيستجيب. اول ما بنقول له كده يا رب بص لي بيمين اذنيه الينا. نعم. بيقول ده ابني بيندهلي. نعم. او بنتي بتنادي عليا. نعم. فعلى طول بيكون موجود. امين. وطبعا زي بعض اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فاكون في الوسط، فهو في الوسط الان، وهو سامع لكل طلبه وقادر ان يستجيب لكل طلبات. نعم. امين. طبعا يعني انا نفسي اشارك في كل حاجه ان شاء الله هيحصل يعني. وإيه تاني انتوا عايزين؟ انا بتكلم بس مجرد ان انا اشارك لاني لسه فاتحه دلوقتي يعني. ربنا يعوضك. ميرسي يا عفاف، وحشتينا كتير. طيب قولوا لي، قولي لي ايه الموضوع مثلا؟ لا موضوع كبير قوي. في بصي انت موضوع قضيه. يعني بس ما تتخضيش يعني. ما تتخضيش بقى يا اخت عفاف. قولي يعني. قولي قولي. طيب قولي. انا اصلا اتفاجئت برضو زي ما انت هتتفاجئ دلوقتي النهارده وانا جاي كده على البرنامج، وعرفت يعني فزعلت جدا واتضايقت، لان بس ربنا مش هيسمح ان يحصل حاجه. ان الايجار متاخر على القناه بقاله 12 شهر لان كان في التزامات تانية اكتر وملحة أكتر من الإيجار. فكانت طبعا المانيجر بتاعت المكان ست كويسة جدا، وكانت مستحملانا كتير لحد ما بقى إيه يعني الحمل فاض. فراحت رفع قضية بقى كتر خيرها يعني علينا. فالموضوع في المحكمة يعني، لكن متأكدين إن إحنا ربنا هيبعت وهنسدد جزء كبير من الإيجار. علينا 38,000 دولار بس يا أخت عفاف. ف واو. طب يعني ممكن واحد يبعت 40,000؟ ممكن. يا رب يا رب. عندنا ايمان، ما كله بالايمان، ما دول مش موجودين، فبالايمان موجود بقى حسب غناه في المجد زي ما انت قلتي. امين. هتشوف واحده تنبهنا ان مش بس هيكون 38 هيكون 40,000. يا رب. امين. يا رب حبيبي. وكل ما تطلبونه باسم مؤمنين. امين. هيكون لكم. امين. امين. وعايزه اقول لكم حاجه بس صغيره. اتفضلي. ان القناه دي معموله مش بتنكد بني ادمين. نعم. او في حد عايز يشتهر عليها او يطلع في التي في او حاجه زي كده، لا، دي لمجد اسم الرب. ربنا يخليك. وهو قادر. أمين. هو قادر ان هو يسدد كل احتياج. امين. كنا لسه بنقول لمجد، مش لمجد بني ادمين. لا. كنا لسه بنحكي يا اخت عفاف عن مجد الرب في حياتنا، مش في مش عشان. أمين. حاجه ثانيه. امين. امين. وانت بتشاركينا بنفس الفكره. انا لو اشهد عن امانه الرب وصلاحه وتسديده لكل احتياج كله. يعني حاجات اعجازيه ما يصدقهاش العقل. امين. امين. لا طبعا بكلم جد يعني. امين. بالايمان حبيبتي. ربنا يخليك. شكرا لك. بقى صلاه. امين يا رب. لاني عايزه اصلي. بحس ساعات بوحده. امين. 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 فصلوا لي. امين. صلوات العبد. امين. امين. ربنا معاك. شكرا ليك وعلى مشاركتك الحلوه وعلى تشجيعك، وهصلي لك طبعا. ربنا معاك. ربنا يبارك. ربنا هيسدد كل احتياجك وربنا يفرحك. وانت دايما بتطلبي الطلبه دي في كل البرامج، عايزه روح فرح باستمرار. ربنا يديك روح فرح على طول. امين. امين. امين يا رب. امين. ربنا معاكي وشكرا ليكي. شكرا يا عفاف. سلام ونعمه. سلام ونعمه. افتكرت حاجة واحنا عمالين نقول الرقم، وهي فكرتني 38,000. كان في شخص بقاله 38 سنة مرمي عند البركة. صحيح. وكان مستني يعني الأرقام دي ليها مغزى روحي كبير قوي في الكتاب المقدس. احنا بنتكلم عن 38. مش انت قلتي 38,000؟ عايزة بس اهي الورقة. ما انت قلتي لي انا كاتبهم 38. فكان 120. مستني بقى، كان مستني اهم حاجة 125. خد بالك. كان مستني ملاك كان عينه على حاجتين بقى، يعني زي ما احنا كده برضو يعني احنا عاملين زيه، واحنا مستنيين ربنا يسخر او يبعت شوية ملايكة. شوية ملايكة صغيرة. لكن هيفاجئنا الرب يسوع شخصيا بال 38 كلهم. يعني هو فاجئه وقال له انت عينك على الملاك
ويعين الراجل كان ملوش حد ومفيش حد بيزوره، كل ما الملاك ينزل اللي يحرك الميه، ويقول كتاب مقدس ان الملاك كان بينزل ايه مش كل يوم، ده احيانا يعني كل فين وفين، وده قاعد 38 سنة لا حول له ولا قوة، حد يتعطف عليه بلقمة ولا حاجة من وقت للتاني وهو قاعد ما بيتحركش. وينزل الملاك أحيانا، وكل ما ينزل يقول أنا هستعد بقى، يجر نفسه ويجي يرمي نفسه يلاقي حد سبقه وحد من أسرته إيه رماه، فيتحصر على نفسه سنين ورا سنين لحد ما الرب قال له كفاية عليك كده، 38 ألف دي كفاية لحد كده. فجاله بنفسه قال له عايز تبرأ؟ قال له ده سؤال، انا 38 سنه متبهدل، مفيش يعني 38 سنه ده عمري كله راح عند البركه، راح على الملاك وعلى الميه. قال له انا جاي بقى في ثانيه كده هعوضك عمرك اللي راح ده، يلا قوم وما فيكش حاجه، انت قوم احمل سريرك وامشي. انا بعتقد ان هو بيقول له كده كان بيفكر كتير، ايه الراجل اللي بيقول لي بقى لي 38 سنه ويجي واحد يقول لي احمل سريرك؟ بس هو ما فكرش، بس هو ما فكرش، لانه كان في قوه بتخرج من شخص الرب يسوع، من عينيه، من حركاته، من كل حاجه بيعملها، من كلامه، تخلي اللي قدامه ما يتكلمش يصدق. فبالايمان راح قام وشال السرير، والناس كانت بتستغرب ايه ده من غير ملاك من غير ميه. وانا بعتقد ان الناس كانوا عمالين يقولوا ايه ده، هو الملاك نزل واحنا ما خدناش بالنا؟ طب هو الراجل ده مش مبلول يعني ما ترماش في البركه؟ لا، في حاجه تانيه. واعتقد كمان ان، وده متاكد منه، ان المسيح ما عملش المعجزه دي بس في اليوم ده، لان كل الناس اللي موجوده عند البركه مش هتسيبه. صحيح، لانه كانوا ما بيصدقوا يشوفوا الراجل ده او يشوفوا المسيح في مكان. اجري يا ابني انت، هو ده المسيح هنا، اجري اللي انت المسه وانت قول له وانت ما كانش. صحيح، بي بي بيرفض حد، كان بيتحنن على كل. ف 38 ده رقم يعني هيتمجد الرب. أمين. هيتمجد وهيبعت المبلغ كله. اللي ابتدى هيكمل. نرجع لحالتنا من العراق عشان الوقت اخذنا. بس احنا كان عندنا حاله طبعا اصعب من الحاله بتاعت العراق. ف برضو اعزائي المشاهدين، انا بعرض قدامكم الحاله علشان اللي عايز يبعت للحاله يبعت، واللي عايز يبعت للقناه يبعت. انت ليك مطلق الحريه ان انت الله يشغلك وتعمل ايه. يعني في حتى في احتياج القناه الشديد الملح ان الايجار يدفع علشان ما نطردش من المكان، برضو ما بتنساش حالات من حالات إخوة الرب. يعني احنا بنعرض الحالة دلوقتي واحنا في قمة الاحتياج للقناة نفسها اللي هي بتقدم البرنامج وبتقدم كل البرامج، لكن ده من عادة القناة الطيبة انها ما توقفش برنامج ولا توقف خير هي بتقدمه او هي سبب في تقديمه. حالة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم، هي عايشة حاليا في كردستان شمال العراق، اقليم امن شوية ما فيهوش خطر. كانت عايشة في الموصل، حالة من حالات إخوة الرب اسمها الأخت كريمة، كانت ساكنة في أطراف مدينة الموصل، وبعد ما جه داعش وخرب الدنيا قدرت، يعني زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، هي كان ما بين خيارات قدامها أو اختيارات، يا تعلن إسلامها، يا تقعد وتدفع الجزية، يا تتقتل، يا تلحق نفسها وترحل. فلحقت نفسها هي وأخوها، هي مش متجوزة ما عندهاش أولاد، لكن عندها أخ وعندها 16 شاب من قرايبها، هي الوحيدة الست اللي معاهم. يعني حاجة غريبة، حتى الخادم بيسألها انتوا عايشين ازاي في أوضة هنا 16 واحد؟ قالت هم شباب قاعدين في الأوضة وانا بنام فوق السطوح من قلة المكان كمان. خرجت هي واخواتها زي ما قلت لحضراتكم، ويدوبك كل واحد فيهم بشنطة هدوم الصغيرة اللي فيها كام هدمة كده، وجم على كردستان شمال العراق، ما عندهاش سرير، ما عندهمش اي حاجه، يا دوبك المرتبه اللي انتوا هتشوفوها حضراتكم دلوقتي اللي قاعد فيها الخادم بيعمل معاها الحوار، الكنيسه اديتها لهم. الحاجه بقى اللي فرقت معايا وحزنتني قوي قوي، انه من ساعه ما طلعوا لحد ما وصلوا كردستان والوقت قريب، ان هم كانوا بيدوروا في الزباله عشان يلاقوا اكل. هي قالت بنفسها الكلام ده، أنا أول مرة أسمعه كتير. أول مرة أسمعه ويمكن أركز فيه لأن دي حالة جاية، فبسمعها باهتمام وباستيعاب أكتر. فسمعت الكلام ده قلبي وجعني قوي، دي يمكن تنام على الأرض مفيش مشكلة، برغم أن كردستان من الأقاليم اللي في العراق اللي ممكن يبقى فيها تلج رهيب جدا في الشتاء، فالشتاء جاي مفيش مكان
تنام عليه كويس، ولا فرش ولا حتى بطاطين تتغطى بيه. يعني النهارده واحنا بنعلن احتياج اختنا كريمه والشباب اللي معاها من قرايبها، عايزين بطاطين، عايزين سراير، عايزين ياكلوا، مش بيدوروا في الزباله عشان ياكلوا. مره حد من الخدام قال جمله رائعه جدا، قال احنا في امريكا وكندا بنبص على الساعه ونقول هناكل امتى. في ناس مش عايزه تبص على الساعه. في ناس في مصر وكردستان اللي هنشوفها دلوقتي وفي الموصل وفي سوريا وفي بيقولوا هناكل ايه او هناكل امتى او هناكل ازاي. مفيش اكل، من قله الاكل يمكن هناكل. مفيش اكل، هناكل ايه؟ فين الاكل؟ ناس بتقول هناكل امتى، الساعه كام. ده بالغدا جاهز من بدري، لو تحبوا نحط ناكل. دايما بنعمل كده، الفطار جاهز من بدري، او تحب تفطر في اي وقت، البيت مليان اكل. دول بقى مش لاقين اكل، فامتى يخرجوا يدوروا في الزباله يلاقوا اكل؟ حاجه في منتهى الصعوبه. عايشه زي ما قلت لحضراتكم هي و16 شخص في اوضه واحده من قرايبها، محتاجه سراير، بطاطين الشتاء داخل عليهم، مصاريف اكل وشرب، محتاجين ملابس ومصاريف يصرفوها. مفيش مبلغ معين انا بحط لحضراتكم النهارده عشان تتبرعوا لاختنا كريمه، ولا هقول 1000 ولا 2000 ولا اي حاجه. اللي يشغله ربنا يبعت، نبعت لاول حاله من حالات الاخوه رب في العراق، وهنكون فرحانين جدا، والكاميرا بتروح تصورها وبتسلمها الظرف فيه فلوس علشان يساعدها في المعيشه، وتفرح وتقول انا بشكر ربنا، مش بشكر القناه بس والبرنامج، لا انا بشكر ربنا اللي خلى الناس دول يجونا واحنا ما نعرفهمش، احنا ما نعرفش الست دي خالص، بس ربنا خلانا سبب نوصل لها. هنشوف مع بعض الحالة دلوقتي ونرجع نكمل مع حضراتكم. من السجن إلى الملك، دي أول حلقة بنقدمها من إقليم كردستان شمال العراق. معانا الحلقة النهاردة مع الأخت كريمة. أهلا بيك أخت كريمة. إيه ظروفك أو إيه أحوالك، أو عاوزين نعرف يعني إيه أخبارك، إيه ظروفك، إيه أحوالك، احكيلنا. يعني احنا يعني من اطراف موصل، سمعنا يعني بالليل كانك مدافع ما مدافع، فخفنا، ف يعني الناس دي تنهزم يعني تهرب يعني من المنطقه، ف يعني طلعنا احنا بالليل الساعه 12 جانب وحدي انا واخويا كنا. يعني انت معكيش عيله؟ ما عايش، انا يتيمه الاب والام، ما عنديش حاجه يعني. يعني مش متزوجه؟ مش متزوجه، ما عندي يعني ما عندي اي شيء، لا راتب لا وظيفه، ف بس يعني اخذت شنطه مالتي، وكانت وعائله من موصل يمنا، مره ورجال ومره عجوزه يعني، فكان يعني ينامون عندنا، فطلعوني وياهم، خفنا، اخويا قال خل تطلع معاهم يعني هي بوحدها بنت، طلعت معاهم الساعه 12 12 ونص هكذا بالليل، وطلعنا على طريق اربيل يعني، وكل ازدحام وهوسه وهاي، وحتى كان يعني الطلقات يضربون هاي، فخفنا يعني طول الليل يعني، وصلنا تقريبا الساعه 9 يعني 9 الصبح لاربيل. فجينا الاربيل ما كان عندنا مكان، ما كان عندنا كل شيء يعني، لا اكل لا شرب لا يعني جماعه ودوني يمهم، بعدين رجعوني نص يعني كم ساعه يعني، ورجعت يم اخويا، كان قاعه ما عندهم كل شيء، بس هكذا يعني مثل الشارع يعني هي، وفوتوهم جوا، ما كان عندهم كل شيء. بعدين جينا سمعنا كوفيد يعني يجرون عوائل كثيره يعني، فجينا هنا بهاي الغرفه، ما كان عندنا كل شيء، لا فراش لا شيء، بس جمطه مالتنا واوراقنا بس مستمسكات يعني، حتى اخويا نسى يعني جنسية عراقية وهاي، فجينا هنا ما كان عندنا لا فراش، يوم كامل احنا بقينا بلا اكل يعني، ما عندنا غرافة نسوي اكل، ما عندنا اكل يعني. كنت عايشين ازاي؟ عشنا يوم واحد بدون اكل بدون شرب بدون يعني فراشات، ما كان عندنا يعني ننام يعني. المراتب ما كان عندنا، ما كان اللي جابها لكم المراتب؟ بعدين جماعة الكنيسة ساعدونا، واحنا شفنا بالشارع يعني هم غراض اخذنا يعني من مسابل يعني. يعني كنت بتدوري في الزباله؟ لا شفنا يعني طاوه، شفنا شغلات، وجماعه هم انطونا يعني، هم جماعه انطونا يعني ملابس مستخدمه عتيقه يعني. يعني انت كنت بتدوري في الزباله تلاقي تاكلي تلاقي حلل او اطباق؟ طبق في ناس شحتوكم ملابس قديمه؟ يعني بس ما كانت حتى تفيد لنا يعني، ما كان تفيد يعني، ما قياسنا ما هاي، للاطفال كانوا ينطون، حتى ما كانت تيجي مرات علينا يعني، فتبهدلنا وبنا عالات، جينا طلعنا من القريه يعني بالاحذيه؟ بلا حذاء نعالات يعني، نعال يعني شب 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 شب, 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 شب. يعني ما كان عندنا كل شيء يعني،
ما لحقنا حتى نطلع اي شيء من عندنا، يعني لا ملابس لا شيء، يعني بسرعه طلعنا وبالليل والكهرباء مقطوعه، ما شيء يعني ما شفناش حاجه، يعني حتى يعني الضوء شيء نور ما شفناه، كله لايت مال الموبايل، يعني اخذت شنطه مالتي وطلعت على السريع مع جماعه بالسياره، وما عندي احد لا راتب عندنا لا شيء، يعني نطلب مساعده ماديه انه يساعدونا، يعني اذا يعني اي واحد سمعنا هسه انه يساعدونا ماديا، لانه ما عندنا لا شغل لا عندنا ما عندنا كل شيء. يعني طب انت يعني قاعدين مع بعض ازاي هنا؟ قاعدين احنا كم واحد قاعد في الاوضه؟ انا واخواتي اثنين وابنها متزوج، يعني تقريبا 16 17 نفر، وزوج اختي مريض، واحنا احنا تمرضنا اول ما اجينا، ومرافق يعني صغيره، هم تواليت صغيره وحمام صغير، يعني ازدحام ما نقدر يعني واحد يفوت ازدحام. طب ازاي يعني 17 يناموا هنا في اوضه؟ انا ما بنامش هنا، انا بنام فوق السطح، يعني انا ما شباب يعني ناس مزدحمه، يعني ما فيش مكان يعني اصلا، يعني ازاي 17 يناموا هنا وانت بنت في وسطهم؟ انا ما بنامش هنا لانه دورت فوق السطح، انا واخويا بنام يعني فوق السطح، ما فيش مكان. طب عايشين ازاي؟ الاكل ازاي؟ بتشربوا ازاي؟ يعني ندبر احوالنا اشياء بسيطه يعني. طب ايه اللي ايه نقدر نساعدكم ازاي؟ يعني يا ريت ما يعني تساعدونا ماديا، تشتروا حتى الغطا ما عندنا غطا، يعني نتغطى يعني بطاطين او غطا، يعني بكره بعده حيجي البرد وما عندناش حاجه لا صوف لا شيء، يعني حتى الميه برده من نسبح، يعني برده يعني. حمام واحد في الغرفه 17 شاب وشابه وبنات ورجاله، مو بس احنا فودو، حتى الموجودين بالصاله عوائل يفوتون يمنا، يعني يعني انتوا قاعدين انتوا نايمين كبنت ايه يفوتون، يعني بيعدوا شايفينكم عادي عادي، يعني من نايمين خواتي وهي يفوتون يعني شوية زحمة. طيب احنا يعني البرنامج ده ساعدكم ازاي؟ يعني حسب امكانياتهم، اذا عندهم ماديات يساعدونا يساعدونا، اذا بفراشات اذا باي شيء، يعني اي شيء يتمكنون من عنده يساعدونا يا ريت. يعني احنا نقدر نقول الرب يقدر، طبعا الرب قادر على كل شيء ولا يصرح عليه يوم، رب حاسس بيكي، احنا مؤمنين بالرب انه هو يعني يرسل مساعده ومعونه من السماء. امين امين، وكل الاشياء تعمل مع الخير جناح الله. شكرا اختي كريمه، ربي يباركك، شكرا، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. انا في الاول عايز احيي الست دي قوي، عايز احييها لانها ثابته قوي. لو انا قعدت اعد دلوقتي المشاكل اللي عندها، حاجه ما حدش يقدر يتحملها ابدا. اولا متهجره من بيتها ومن مكانها، من ذكرياتها، من احلامها، من المكان اللي اتربت وعاشت فيه سنين وسنين، سنين عمرها كله، وبعدين ايام ماشيه في العراء وفي الطل، ومش جايه غير بشنطه هدومها، وسابت كل حاجه مطروده، عارفه اللي بيطرد مطروده، وبعدين بيدوروا في الزباله يلاقوا اكل عشان ياكلوا ويسدوا جوعهم، حاجه بشعه. وبعدين يعني احساس صعب ان انت تنامي في الارض، حتى بعيد عن الارض في العراء الناس رايحه جايه شايفه، يعني متخيله لما واحد كان يعني نايم في سرير واوضه جميله وبيت حلو ومعزز ومكرم وزي الفل، وفجاه يلاقي نفسه نايم على الارض في الرطوبه والناس كلها شيء، يعني اهانه قبل ما يكون وجع للجسم وبرد، اهانه صحيح. وبتبرد بالليل ما فيش بطانيه، طب هعمل ايه؟ البردان ما يعرفش ينام، هيسهر طول الوقت، ينام شويه ويفقر ويقوم، ده طبيعي، ما فيش، مش ممكن واحد بردان هاتيلي اجدع واحد بردان وعنده بطانيه وما رضيتيش تديها له، مش هيكمل، انه هيصحى على طول ويتغطى ببطانيه واثنين وثلاثه والهيتر شغال والدنيا والعربيه، ودي ما فيش بطانيه الوقت اللي جاي عشان الشتاء داخل، والشتاء صعب جدا. فانا سالت صديق اللي صور الخادم ده المهندس مجدي، قال لي كردستان من اصعب الاماكن في العراق، فيها تلج بين زي اوروبا كده،
التلج، لازم يكون في هيتر، وزي بعض الاماكن في الاردن وسوريا لازم يكون في هيتر ولازم يكون في بطاطين كتيره يتغطى بيها والكلام ده. مفيش زي ما شفتوا زي ما حكيت لكم السفنجه اللي قاعد عليها، الكنيسه واضح انها غلبانه، مش مرتبه يعني. المراتب تبقى حاجه تانية غير دي، مش مرتبه، ما اقدرش اقول عليها مرتبه. لا لا لا. فانا بحيي الست دي فعلا، وهي قدامكم، انا مش هحكي عنها كتير لان الوقت خلاص عدى وقت البرنامج، وهسمع بس تعليق من الاستاذه ناديه والاستاذه هايدي على الحاله والموضوع وهنختم. وهي ليها ربنا اللي كانت بتثق فيه، هي عندها ايمان رائع كنا لسه بنحكي، وهي قالت كلمه هقول لكم عليها وهفكركم بيها، قالت ان ربنا هيرسل. انا بصدق وعندي ايمان ان ربنا هيرسل عن طريق حضراتكم وعن طريقنا وعن طريق احنا هنبعت للعراق، وهتكون اول حاله بننجح ان احنا نبعت لها ونقف جنبها عشان القناه تكبر وتكبر كمان بيكم، وتشوفوا ايد ربنا بتعمل ايه في القناه. وزي ما قال اخونا محمود، القناه الصغيره الحلوه دي لكن بتعمل حاجات كتير قوي، بتعمل حاجات كتير. عجبتني جدا جدا، تقول لك يستطيع كل شيء، يعني ربنا يستطيع كل شيء ولا يعثر على شيء. هي واثقه، وايمانها القوي ده مخليها واثقه ان ربنا فعلا هيمد ايده كل اللي هي احتياجاتها اللي هي بتتمناها، هي واثقه ان ربنا يستطيع ويقدر وهيبعت وهيبعت، لان هي ما شكتش ان ربنا مش هيقدر يبعت. الحاجه المهمه في الناحيه الست دي، ربنا يعوضها يا رب. كردستان بالذات دونا عن كل العراق، هي المكان الوحيد او هي الناس الوحيدين اللي وقفوا جنب المسيحيين وعرضوا عليهم انهم يعطوهم اسلحه عشان يدافعوا عن بيوتهم. يعني تخيل كردستان حاسه بكل الام المسيحيين، عشان كده حتى في استضافتهم ليهم عارفين ان هم قد ايه اتشردوا ومظلومين لان الثلاث خيارات اللي انت قلتهم، يا الاسلام يا الجزيه يا الذبح، يا اما هتسيبوا بيوتكم. تخيل البيت بقى اللي هم كانوا عايشين فيه حياتهم زمان، هي عندها سنها كام، البيت اللي هي تخيلت وعاشت فيه عمرها كله، فجاه في ثانيه، مش في يوم، في ثانيه بقت هي براه، وبيوت كبيره بالجناين بتاعتها، بكل اللي فيه، حاجة فخمة جدا، بكل اللي فيه اخدوه، بكل الاموال اللي جواه. ده هي يمكن قدرت تخرج بورق زي ما بتقول، لكن في غيرها اخدوا منهم الهويه بتاعتهم. مظبوط. وخلوهم يمشوا من غير اي حاجه. طب البني ادم اللي عاش حياته وخارج باللي عليه ده، غير ان هم كان بيتفتشوا تفتيش ذاتي، عشان لو معاهم باسبور، معاهم تليفون، معاهم فلوس، كل ده كان بيتاخد منهم. الناس دي عايشه ازاي؟ هي معجزه في حد ذاتها ان هم خرجوا. طبعا دي حقيقه يعني. طبعا ربنا يقدر انه يمد ايده ليهم، واكيد ربنا مش هيسيبهم، بس ربنا قال لنا ابداوا وانا اكمل، ربنا قال لنا ارفعوا الحجر، ربنا قال لنا ما توقفوش مكتوفي الايدي، ربنا قال لنا قسموهم 50-50، كان قادر يوزع السمكتين وخمس خبزات. علينا دور كبير طبعا، ربنا كبير. بيقول لنا ابدأوا وانا هكمل معاكم، من سألك فاعطيه، وهي بتسألنا النهاردة وبتعلن احتياجها. وانا مجرب الكلام ده بقالي سنتين مع اعزائنا المشاهدين، دايما بيفرحوا قلوبنا بالحاجات اللي بنبعتها لإخوة الرب، وفي الاخر بيمجدوا رب، فانت بتساعد في تمجيد الرب في العراق، وكتر خير كردستان، لان اسر كتير مش كريمه طبعًا بس طبعا يعني. لا لا لا، دي واحده من يعني الاسر 16 او 17 16 واحده بس، دي حاله واحده اللي انت بتعرضها. في كام كريمه هناك، ومش في كردستان بس، في كام كريمه بعيده عن موسم، بعيد عن موسم، بغداد، وفي كل اماكن العراق. مظبوط. تقولي حاجه قبل انا الحقيقه الاختر. عايزه اقول ان اللي بيحصل ده كله الى حين، ولكن ربنا بيجربنا وبيحطنا في الظروف دي ان احنا نشوف الناس دي، وان احنا كمان نمر بظروف ممكن برضو تكون صعبة، نشوف تعاملنا مع بعض بيكون شكله ايه. ربنا بيحطنا في المواقف عشان يشوفنا ويجربنا احنا نفسنا عندنا المشكلة، وبنتفاعل مع اللي عنده مشكلة ازاي، زي القصة اللي حضرتك قلتها في الاول، للست اللي كانت رجليها وجعاها، هي برضو حست بالجعان. نعم. فازاي احنا بقى بنحس ببعض؟ ربنا بنحطنا مع بعض كله الى حين،
وفي الآخر بيجي بيحاسبنا كلنا، أنت جات لك الفرصة ساعدت، أنت جات لك الحالة تأملت لها كويس وشفت احتياجاتهم إيه. أنا واثقة إن إحنا كلنا نبقى حاسين ببعض، واثقة إن إحنا كلنا واحد في جسد المسيح، واللي أي حد بيتألم في حاجة العضو الآخر بيحس بيه. وأنا واثقة إن إحنا هنقف جنب بعض، الكريمة وغير كريمة وللقناة، ونقدر كلنا ولو بمبلغ صغير. أنا عايزة أقول لحضرتك إن ساعات بتجيلنا بالأمانة $5 ملفوفة في كلينكس، ده إحساس الناس. واحد عايز يحس إن هو دي ال 50 قرش اللي كنا بنحكي عنها في القصة. واحدة دي الفلسين، الخمسة جنيه دي، الخمسة دولار دي ممكن تكون آخر حاجة مع حد بعتها ولففها في مند، دي بركة كبيرة قوي طبعا. وهي قناة قائمة على الناس دي، فأنا بشكرهم جدا. اسمح لي أقول حاجة بعد إذنك. خد راحتك. يمكن طبعا الأستاذ صفوت أو الأستاذ صفوت هو ماسك الناحية الاجتماعية في الحالات الإنسانية. يمكن أنا قليل قوي لما بتكلم عن الحالات الإنسانية، بأمانة ربنا وربنا شاهد في المنيا، احنا عارفين المنيا واللي بيحصل فيها والبلاوي اللي في المنيا. مطلوب مني من هناك، وده برضو برميه قدام وتحت قدمين المسيح، 50 شنطة مدارس، لأن طبعاً إحنا عارفين إن في هناك بيوت اتحرقت، وفي بيوت اتهدمت، وفي بيوت اتسرقت، وفي كل ما تتخيلوه من اللي حصل في المنيا. الأطفال اللي هناك ابتدائي وإعدادي وثانوي محتاجين شنط مدارس. هل نقدر نبعت لهم شنط المدارس؟ أمين. هل شنطة مدرسة لعيل عايز يروح المدرسة ومش قادر ياخد كتبه في حاجة؟ يمكن احنا متخيلين انها حاجة كبيرة قوي، هي عنده هو حاجة كبيرة قوي، عندنا احنا حاجة هايفة جدا ما تجيش تمن كافي الصبح. ممكن تكون كافي مع حتة كيكة هتجيب شنطة العيل هناك يقعد بيها السنة كاملة ويمكن سنة كمان ان شاء الله. فاعتقد حاجة مهمة جدا، لو هي ربنا هيمد ايده للقناة، هيمد ايده عشان خاطر فعلا في ناس هتساعد، فعلا في ناس هتمد ايديها وتوصل للمحتاج، مش عشان تاخد وتحط في جيوبها، لكن عشان تاخد وتساعد. هي مش بتاخد لنفسها، هي بتاخد عشان تدي. فالعطاء ده فعلا انا ما اعرفش اتكلم عنه، لكن في ناس فعلا تقدر توصل الرسالة. امين. هقول حاجة اخيرة قبل ما نختم، وهشاهد المشاهدين عليها بقى، ايه رأيكم لو واحد رجله جات فيها شوكة، عينيه ودراعاته وراسه كل أعضاء جسده، تفرح تتألم وتعمل حفلة؟ لا، تتألم، تشارك الألم، ما تفرحش الألم. صح، انت ألم عضو، كل الأعضاء بتتألم معاه، تلاقي الجسم كل انحنى والإيد وطت علشان تطلع الشوكة من الرجل، مع ان العيد الايد او الدماغ بعيدة كل البعد عن الرجل. صحيح. بس ما تقدرش تقول انا في حالي وهي في حالها. وبولس قال كده، تألم عضو، كلنا جسد المسيح، ما ينفعش عضو يتألم وباقي الاعضاء تقف تتفرج. هل يرضيك عزيزي المشاهد انك تشوف الاخت كريمة او اخواتها او قرايبها يفتشوا في الزبالة وياكلوا الزبالة؟ ما اعتقدش ان حد ده يرضي الكلام ده. هبسيب الأمر ده ما بين إيدين ربنا وبين إيديكم. وفي الآخر في ختام الحلقة الجميلة دي النهاردة، بشكر الأستاذة نادية شكر خاص لأنها اليوم كله معانا النهاردة وتعبانة جدا، وبرغم كده برضو طلعت معانا، فبشكرك جدا. ربنا يبارك. شكرا بركة صدقني. ربنا يبارك. أكيد كلنا أخذنا بركة. شكرا أستاذة هايدي مديرة القناة، من أجل ربنا يباركها، من أجل إدارتها الحكيمة، ومن أجل تشجيعها لينا كلنا. هي مشجعة رائعة جدا جدا، ودايما بتشجع أي برنامج أو أي خدمة فيها بصمة الروح القدس أو ربنا ظهر فيها بوضوح. بشكركم أعزائي المشاهدين، بسيب ما بين إيديكم القناة، أمانة ما بين إيديكم علشان تقدر تكمل الوقت اللي جاي، وحالة النهاردة ما بين إيديكم، وعندنا ثقة وإيمان في الرب يسوع زي ما قالت الأخت كريمة إنه الرب هيرسل وهيرسل عن طريقكم. شكرا، وأشوف حضراتكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وحلقة جديدة من حالات أخوة الرب في برنامج من السجن للملك. الرب معاكم، تصبحوا على خير.